قلبي بالشجاعة العلوية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا سيدي ومولاي أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإخوة والسادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في مستهل هذا اللقاء، ونحن نتحدث في هذه السلسلة المباركة عن بطل الإنسانية الخالد، الإمام الهمام أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. نتحدث في هذه السلسلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا عن شجاعة الإمام علي عليه السلام. اليوم بحث حول غزوة بدر، النتائج، دور الإمام علي وما ترتب عليه من نتائج، الدور الكبير، من هو صاحب اللواء، كم كان عمر الإمام علي، إضافة إلى أسئلة أخرى يسرني أن أطرحها على ضيفي العزيز الباحث والكاتب الإسلامي سماحة العلامة الشيخ تامر حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام الله بالخير. ورحمة الله وبركاته. بس نحن عم نقطع قطع قطع، عم ندرس للتذكير للسادة المشاهدين شجاعات علي صلوات الله عليه. اليوم البحث حول غزوة بدر، حتى نقدر نطل على الموقف الخالد للإمام، لعل إذا مش ناسي أنه أول معركة لعلي رسميا. معركة سمعت الشيخ، الأسباب والظروف التي أدت إلى غزوة بدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الأخيار المنتجبين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، لجنابكم وللإخوة والأخوات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. كما تفضلتم وذكرتم بأن غزوة بدر هي الغزوة الأولى التي احتشد فيها جيش المسلمين للدفاع عن المدينة وللدفاع عن وجودهم وعن كيانهم أمام الغزو الذي جاء من قبل قريش للقضاء على رسالة الإسلام. نعم. باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة وبدأ بتأسيس الدولة الإسلامية المباركة في المدينة المنورة، وبدأ بوضع القوانين والأسس والنظم لإدارة المجتمع الإسلامي، هذا الموضوع لم يرق نهائيا لقريش، فقررت أن تواجه النبي وحاولت أن تقضي على هذه الدويلة الإسلامية الفتية في مهدها. وأيضا في المقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحاظ موقع المدينة الجغرافي الذي تعتبر في نقطة متوسطة بين مكة في طريقهم إلى الشام، والمعروف أن التجارات الكبيرة يعني التي تعتبر أو تعتمد قريش عليها في اقتصادهم في تجارتهم ما بين مكة والشام، فمرورهم لابد وأن يكون على المدينة المنورة، ولذلك حاولت قريش أن تزيل هذه الدولة خشية أن تنمو وتكبر من جهة فتشكل خطر وتكون مبعث خطر على المشركين، والأمر الثاني أنه بطبيعة الحال سوف يترك أثار سلبية كبيرة على تجاراتهم، ولذلك قررت قريش أن تزيل هذه الدولة وأن تقضي على هذه الدولة الإسلامية الفتية المباركة. فبداية الأمور، بداية الأسباب، أن هناك عير للمشركين، هناك قافلة كانت تحمل الكثير من الأموال والتجارات إلى الشام، وكان قائد هذه الحملة أو التجارية يعني القرشية كان أبو سفيان. فمن هنا بعث أبو سفيان بعين له إلى أهل مكة يحاول
أن يستنفرهم وأن يحشدوا قواهم، لأن هناك تهديد حقيقي لهذه التجارة. طبعا يعني مخابرات ليتجسسوا، مخابرات من أجل يعني يرسل للناس مسألة رصد، يرسل إلى أهل مكة لاستنفارهم. فعلا الذي حصل أن أهل مكة بدأوا يجهزون جيشا، وخرجوا بجيش قوي متوجهين من مكة إلى المدينة المنورة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم بهذا الحشد، فبدأ يستنفر أيضا قواته في المدينة المنورة، وخرج ب313 مقاتلا، بينهم الحمزة بن عبد المطلب، وبينهم سعد بن معاذ، والإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، مع مجموعة من المسلمين. وتعتبر يعتبر هذا العدد هو قليل بالنسبة للمواجهة، جيش جرار، يعني في مقابل الجيش جيش المشركين الجرار الذي بلغ حوالي 1000 مقاتل مع كامل العدة والعدد. هناك أناس من القرشيين من المشركين الحاقدين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأبو البختري بن هشام ومنبه، وأيضا ومنبه ونبيه ابن الحجاج ونوفل بن خويلد. نوفل بن خويلد كان يملك حقدا خاصا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا يا معشر قريش، يعني بمعنى ما ضربوا النفير في قريش، وقالوا لهم والله ما أصابكم مصيبة أعظم من هذه، يعني بمعنى أن يطمع محمد صلى الله عليه وسلم والأطفال من أو الأولاد أو الفتية من أهل يثرب ليتعرضوا لطريقكم ويتعرضوا لوجودكم، فعليكم أن تحتشدوا جميعا لمواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ يعني الدفع المادي أو التبرع بالأمور المادية لتهيئة هذا الجيش. يقال في التاريخ كما جاء في تفسير علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه أنه أخرج صفوان بن أمية 500 دينار وجهز بها، وأخرج سهيل بن عمرو أيضا 500، وما بقي أحد من عظماء قريش على الإطلاق إلا أخرجوا مالا وحملوا وقووا وخرجوا. تجهيز حربي يعني مصطلح اليوم. تجهيزات حربية يعني واستعدادات لا نظير لها، واستعملوا النياق واستعملوا الخيول، وكان يعني جيش فعلا جيش لا يقاوم، وتوجهوا باتجاه المدينة. وهنا كان يعني كان هناك عمل أمني، عمل مخابرات إذا صح التعبير، يعني قبل أن يصل الجيشان إلى منطقة يقال لها بدر، وهي عبارة عن بئر ماء تقريبا كان ينزل فيها عادة المسافرون في طريقهم بين مكة وبين الشام أو المدينة ومكة وهكذا. وحقيقة الأمر يعني كان المشركون لا يعلمون بعدد وعدة جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا بالمقابل المسلمون لم يطلعوا على عدد وعديد الجيش الذي جهزه المشركون. يقال بأن بعد وصول أبو سفيان إلى بئر بدر وهو في طريق العودة، فسأل يعني هل محمد جهز جيشا، هل أنه في يعني لديه حساب للمواجهة، مستعد للمواجهة أم لا. فوجد بعض الأشخاص يعني، ويقال أنه وجد امرأة سألها من جاء إلى بدر، من جاء إلى البئر، فحاولت أن تكتم المعلومات، ولكن بعض الإصرار عليها أو على الذين كانوا متواجدين قالوا بأنه جاء رجلان إلى هذه المنطقة صبيحة هذا اليوم ومن ثم رحلا. يقال بأن أبو سفيان سأل ما كان يعني أي شيء كان معهما، فقيل كان معهما ناقة أو اثنتين من النياق، فجاء إلى بعرها
ففتش فيها فوجد فيها بعض نواة التمر، فقال هذه أعلاف يثرب. إذن والله خرج محمد خبيث، كان ذكي، لديهم خبرة. هذه من طبيعة المجتمع العربي بهذا الشكل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كعمل استطلاعي، عمل أمني أيضا، بعث ببعض الأشخاص ويقال منهم عمار بن ياسر، وطلب منهما، طلب من رجلين أن يدخل إلى داخل معسكر، إلى داخل جيش المشركين، وفعلا دخلا وتفحصا واطلعا بشكل جيد على الاستعدادات لدى جيش المشركين، ثم انسحب وجاء ببعض المعلومات لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوام العدد والعدة. بعد ذلك حصلت حملة بسيطة متواضعة، تمكن جيش الإسلام من أسر عدد من المشركين، وبعد التحقيق معهم لم يعترفوا بشيء يعني حول العدد وحول العتاد أيضا. يعني ربما لم يكن لديهم معرفة، فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم كم يذبحون من النياق، فقالوا له بين 9 إلى 10، فقال النبي إذن عددهم بين 900 و1000 مقاتل. جميل جميل. وهذا عمل أيضا يعني له علاقة بالجانب الخبرة إذا صح التعبير، ولذلك فعلا الذي جاءوا من مكة كما في بعض الروايات أنهم 950 مقاتل، وبعض الروايات تقول 1000 مقاتل، كما كان هو التخمين الذي تفضل به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك اقتربا من بدر، وحينئذ كان الجيشان في وجه بعضهما البعض للمواجهة وللمنازلة. سمعت الشيخ، واضح أنه 3 أضعاف صح. كانوا صح، يعني عدة أهل بدر 313، ما يقرب من 3 أضعاف صحيح اللي كان هناك. ما شكل تحديا كبيرا، والنبي مأمور إن هو إلا وحي يوحى صح أن يقاتل هؤلاء. بس خلينا نطلع على البطل، روحي له الفداء، روحي لذكره الفداء، أمير المؤمنين علي. أولا هي أول غزوة كان يشارك بها أمير المؤمنين، أول مواجهة عسكرية كان يواجه فيها أمير المؤمنين. بس بالمزوجان لفت العلي بعد منزل، لم تأتي لحد الآن. طيب ما هو دور أمير المؤمنين علي روح له الفدا في غزوة بدر، سيما أنه غلب على أهل بدر أنه كانوا كبار بالعمر صحيح، والفتيان صحيح قلال. بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام في معركة بدر، أولا كان يحمل الراية المظفرة لجيش المسلمين، صاحب اللواء. صاحب اللواء، صاحب اللواء يعتبر يعني من يحمل اللواء يجب أن يكون الأشجع، والمعروف أنه إذا سقطت الراية من أي قائد من القادة معنى ذلك هو بداية الهزيمة. صحيح. فمن هنا نكتشف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدفع الراية إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وهو له من العمر أقل من 25 عام، بينما الذي نزل أو قرينه الذي أيضا نزل في المعركة سعد بن معاذ يقال كان له من العمر حوالي 70 سنة، الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام وهو ثالثهم يعني كان يعني يزيد على 50 أو 60 سنة، وهو أسد، وهو الإسلام، وهو أسد الله وأسد رسوله. صحيح. يعني عندما تدفع الراية إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لها مدلولها بنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة، وهو كأنه يريد الذي هو نظر الله سبحانه، واضح يريد أن يخط للمستقبل أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو رجل المعارك وهو رجل الدفاع عن رسالة السماء وعن رسالة رسول الله، وهو المدافع الأول عن المظلومين وعن المستضعفين في الأرض، وهو الذي بسيفه سوف يقمع كل الظلمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأنيطة للتعرف على قوات العدو، على قوات المشركين، أيضا أكل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، هو الذي يتابع من خلال الأعين ومن خلال الرصد ومن خلال الاستطلاع وهكذا.
الأمر الثالث وهو أساسي، في إحدى الليالي طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين أن يستقوا له الماء من بدر. ويقال أن البئر يعني هو عميق ومظلم ويحتاج إلى عناية خاصة لعملية استخراج الماء، فلم يجرؤ أحد من المسلمين على الإطلاق لتلبية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتوجه للاستقاء الماء مثل العادي. يعني واضح مثل العادي قام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو الذي قدم نفسه من أجل أن يجلب الماء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وخرج في تلك الليلة الظلماء إلى ذلك البئر وتمكن أن يستقي الماء وأن يعود به إلى رسول الله، وحصل من الكرامات ما حصل، يعني أن الماء أريق في الماء في المرة الأولى من خلال ريح هبت، وفي المرة الثانية في بعض الروايات تتحدث أن هذا الاختبار حصل من قبل الله عز وجل من طريق جبرائيل وإسرافيل، وبعد ذلك أطلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقة الأمر، أن الريح الأولى كان يعني ببركة وجود جبرائيل، والريح الثاني ببركة وجود إسرافيل، ولكن تمكن أمير المؤمنين وأن يأتي بالماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يذكرنا بحالة ما حصل مع ولده العباس أبو الفضل العباس عليه السلام في كربلاء، العباس بن علي وهو ابن علي. يعني نجد في كثير من المحطات، وليس محل كلامنا الآن، كثير من المحطات التي نجدها في حياة أبي الفضل العباس عليه السلام وبعض الأعمال التي قام بإنجازها هي تمثل بل هي تكرار لنفس الأعمال التي قام بها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، بل أكثر من ذلك. يعني النسخة الكربونية ممكن المواد مختلفة، الأوراق مختلفة، الحبر مختلف، ولكن هنا الجينات واحدة. الله. جينات أبي الفضل هي من جينات علي صلوات الله وسلامه عليه بالمصطلح العلمي اليوم. ولذلك والروحية هي روحية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة مضافا إلى ذلك أيضا يعتبر أن عندما وقع التحدي بين المسلمين وبين المشركين، فكان يعني أول المستعدين للمبارزة هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكن كان ينتظر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لحد الآن يعني كان العمل، كان الجيشان على جهوزية تامة، على استعداد تام للمواجهة، ولكن قبل ذلك حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير المسلمين في هذه المعركة، لأن المسلمين هي المعركة الأول التي يحتشدون فيها للمواجهة. المسألة الثانية ينظرون إلى عددهم فيجدونه قليل نسبة إلى جيش المشركين، ينظرون إلى العدة وإلى العتاد بين أيديهم أيضا نسبة إلى عتاد أو إلى العدة التي في حوزة جيش المشركين أيضا هي قليلة. الشخصيات الموجودة في جيش المشركين تعتبر من الشخصيات من الدرجة الأولى على مستوى الوجاهة، على مستوى الاجتماع، على مستوى الشجاعة طبعاً. وسوف نتحدث إن شاء الله بالتفصيل عن عدد كبير من الشجعان الذين كانوا في جيش المشركين. هذا مما أثار نوعا من البلبلة في بعض نفوس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك استشارهم إنه ماذا يمكن أن نفعل، كيف نواجه، ما هو رأيكم. ومن المؤسف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعض الكلمات من بعض الشخصيات التي تعتبر هي في الدرجة الأولى في جيش المسلمين، منهم من نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يواجه قريش، لأن قريش يعني إذا قررت الحرب لا تنكفئ عن الحرب، وهي لا يمكن أن تذل بعد أن عرفت العزة، وأنها إذا أقحمت نفسها في المعركة لا تتخلف. ولذلك أعرض عنه النبي عن أحدهم، ثم قام الثاني بنفس الشيء، قام وحاول أن يثبت
عزيمة النبي والمسلمين إلى أن قام عمار بن قام المقداد وقام سعد بن معاذ ومجموعة وقالوا لرسول الله: يا رسول الله، نحن آمنا بك وصدقناك ونحن معك يا رسول الله، والله لو خضت البحر لخضناه معك. لا يعني ليس لديهم أي خوف، لم يدخل الخوف إلى قلوبهم، ليس لديهم أدنى التباس. ومن هنا يعني يظهر لنا حالة البصيرة التي يتمتع بها هؤلاء، البصيرة بأهدافهم، البصيرة بالقيادة المتمثلة بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، بالثقة بالله عز وجل، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقف وأراد أن يثير يعني الحماس أيضا في نفوس المسلمين، ولذلك عند صباح يعني في اليوم الذي حصلت فيه المعركة قام النبي وخطب بالمسلمين ودعمهم وحمسهم من أجل المواجهة ومن أجل المنازلة، وهذا الذي حصل. خلي أخذ فاصل سمحت الشيخ. الفرق بين بعض المسلمين كانوا موجودين والله أو بعض جماعات ما يعرفوا بجماعة النبي أو الإمام عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لسانهم واحد ما تراه ننفذ أبدا، أما الثانيين أحباط وخوف وهذا بطبيعة الحال يعني مشكلة. يعني الجيش الذي يكون فيه أناس يخافون أو يجبنون أو لهم خلفيات معينة، ربما يعني بعض كلماتهم تؤثر على بعض ضعاف النفوس المتواجدين في أي جيش من الجيوش. نعم. ولكن بوجود أشخاص أشداء أقوياء أصحاب بصيرة أصحاب عزة أصحاب قوة، هؤلاء يعني هم الضمانة. نعم. في البداية الأمر لانتز أو لإحراز النصر. نعم. في نهاية المعركة محطة، ومن ثم نعود إلى متابعة هذه السلسلة المباركة، البحث اليوم حول غزوة بدر ضمن السلسلة الموسومة بشجاعة علي روحي له الفدا، الضيف العزيز الباحث والكاتب الإسلامي سماحة العلامة الشيخ تامر حمزة. نعود بعد قليل، السلام عليكم. قال العلامة السيد رضا الهندي في مدح أمير المؤمنين عليه السلام: يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر، من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر، قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الذر. السلام عليكم، نعود إلى متابعة هذا البحث غزوة بدر، الأسباب والظروف النتائج دور الإمام علي عليه السلام الملحمة والنتيجة الختامية لغزوة بدر مع البطل الخالد أمير المؤمنين روحي له الفدا علي بن أبي طالب عليه السلام. يتفضل بهذا البحث مشكورا ضيف العزيز الباحث والكاتب الإسلامي سماحة العلامة الشيخ تامر حمزي، أهلا بكم مولانا. أهلا وسهلا يا عم، حسأل سؤال وما حدش يجاوبنا عليه لما في الجواب. كيف كان يفكر أن يقف إكس أحدهم بوجه أمير المؤمنين عليه؟ وكيف كان يوقف هذاك؟ المهم سماحة الشيخ، يعني خيضت المعركة تكافؤ بالمعنى المادي لصالح قريش، القوة لوجيستي ما بعرف شو عسكر أقوى، ولكن مع النبي في بطل الإسلام في أسد الله وأسد الرسول حمزة وبعض الناس، النتائج الأولية للمعركة ماذا كانت؟ في بداية الأمر برز من جيش المشركين 3 رجال ويعتبرون من الأشداء والأقوياء ومن صناديد المشركين،
وهم عتبة بن ربيعة وأيضا أخوه شيبة بن ربيعة وابن عتبة الوليد. نعم. الوليد بن عتبة. وثلاثة شديدي الكفر. شديدي الشرك والكفر وأيضا من الأشداء من الأبطال. صحيح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل أو يعني برز إلى المعركة ثلاثة رجال هم عوف ومعود ابن الحارث ويقال لهما بأن أمهما العفراء. العفراء. ورجل آخر ربما هو عبد الله بن رواح مختلف في الاسم والثلاثة من الأنصار. نعم. عندما نزلا إلى المعركة وتبادلا الكلام مع صناديد قريش فسألهم عتبة أنهم يعني من أنتم؟ وهذه طبيعة كانت بين في الجيوش أو في المنازلات كان يعني يتعرفون على بعض بالأرجيز وبالأشعار صحيح. فلما علم عتبة أن هؤلاء من الأنصار قال لهم يعني أنتم كفؤ ولكن نحن نحتاج إلى مواجهة المهاجرين وليس أنتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحبهم من ساحة المعركة ثم أنزل ثلاثة وهم يعني عبيدة بن الحارث وبن عبد المطلب والحمزة بن عبد المطلب والإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ثلاثة أولاد عبد المطلب كلهم أيضا من بني هاشم. جميل. فواجه الحمزة كان بمقابل شيبة وكان عبيد بن الحارث في مقابل عتبة والأصغر فيهم الوليد بن عتبة فكان له علي بن أبي طالب عليه السلام. في عبر تعبير باللبناني غشام هذا الوليد. هو وليد. هو وليد في العقل. رضاك علي روح له هو وليد في العقل. دخل يعني أمير المؤمنين. على أساس أنهم يعني لم يجربوا عليه بعد. نعم ربما سمعوا بليلة المبيت. صحيح. ولكن لم يجربوا عليه بعد. مباشرة الحمزة تمكن من القضاء على شيبة. حمزة. وعلي بن أبي طالب عليه السلام قتل الوليد وبقي هنا روايات مختلفة. نعم صحيح. وبقيت المواجهة بين عبيدة وبين عتبة فتبادلت ضربات فأصاب عبيدة أصاب عتبة وعتبة أيضا أصاب رجل عبيدة. نعم. فهنا طلب المسلمون يعني ناشدوا علي بن أبي طالب عليه السلام بأن يواجهوا هذا الرجل عتبة ومثم قضى عليه علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه قضية نقلت وقضية أخرى نقلت أن علي بن أبي طالب عليه السلام قضى على الوليد مباشرة وبدأ بقيت المبارزة بين الحمزة بن عبد المطلب وبين الشيبة. نعم. وتصارعا كثيرا وتصولا كثيرا فطلب المسلمون من علي أن يساند عمه الحمزة بن عبد المطلب فجاء إليه وكان شيبة بينهما. وهنا بالمصطلح العسكري اليوم يعني يقال عنه بأن أمير المؤمنين استعمل نوع من المهارات في المعركة. فكان حمزة بن عبد المطلب أطول أكثر طولا من شيبة فناداه علي بن أبي طالب عليه السلام يا عماه طأطئ برأسك يعني وطي رأسك حتى لا يصيبه السيف. يقال وضع رأسه في صدر شيبة فضربه علي على عاتقه وقضى عليه. وهذه المبارزة الأولى فكانت نتيجتها هو القضاء على عتبة بن ربيعة وعلى شيبة بن ربيعة وعلى الوليد بن عتبة وجرح عبيدة بن الحارث وكانت السلامة كتبت للحمزة بن عبد المطلب وللإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ورجع يعني كل فريق رجع إلى قومه وأولئك سحبوا قتلاهم. ولكن هنا كانت المفاجأة الكبرى لقريش أن ثلاثة من الكبار قتلوا فمما أثار الحفيظة في نفوسهم وأثار المعنويات في نفوس جيش المسلمين. ولكن قررت قريش أيضا أن تواجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت المعركة حينئذ هي معركة مفتوحة بين الجيشين ووقعت الملحمة الكبرى بين جيش الإسلام
بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعركة من قبل أيضا المشركين، وفيها أبو جهل وفيها جميل. أبو سفيان وكل صناديد قريش جميل. كما ذكرنا. إذن حدثان في هذه المعركة كبيران على مستوى يعني ستبدأ معهما مرحلة جديدة. الأولى غزوة بدر، تسجيل انتصار حربي كبير للمسلمين مع التفاوت في الأعداد والقوة وإلى آخره، والثانية للمرة الأولى يخوض بطل الإنسانية الخالد الإمام علي أولى معاركه صحيح. ليقول اعترف نحن هنا صحيح. نحن هنا للدفاع عن النبي عن الإسلام بأمر من الله، وهذا الذي حصل. ولكن المفاجأة الكبرى كانت في النتيجة. حتى نشوف النتيجة بعد التحام الجيشان فبدأت الصولات والجولات، انكشفت المعركة كما جاء في كتب التاريخ على 72 قتيل من جيش المشركين وعلى 70 أسير من جيش المشركين. جميل. ولم يتعدى شهداء المسلمين 8 تقريبا. هنا الروايات كثيرة متضافرة بين بكتب الفريقين، ومن شاء بإمكانه أن يراجع هذه القضايا التاريخية المكتوبة. أن توجد روايتان أساسيتان، أن أمير المؤمنين عليه السلام قتل بيده 24 بطلا وشارك يعني مع الآخرين في قتل 28. والرواية الأشهر أن أمير المؤمنين لهم نصف، يعني قتل 36 و36 بأيدي المسلمين. وليس غريبا عندما نقول أنه في هذه المعركة نزلت الآية الشريفة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، الآية 12 من سورة الأنفال. نحن نسأل إذا كان عدد القتلى بهذا العدد الكبير 72 ومع وجود الملائكة 3000 من الملائكة مردفين أو مسومين أو منزلين بحسب الصياغات القرآنية صحيح. هؤلاء مع من كانوا؟ مع علي بن أبي طالب أم مع المسلمين؟ لا نحتاج أن ندخل في هذا البحث على كل الأحوال، ولكن عندما تقول رواية أن علي هو الذي قتل يعني نصف القتلى كانت بيد علي بن أبي طالب عليه السلام، بغض النظر عن الملائكة في أي صف كانوا مع علي أو مع بقية المسلمين، ولكن بلحاظ النتيجة كانت الهزيمة النكراء لقريش، وتركزت راية رسول الله التي حملها علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا الركن الأساسي لبناء الدولة القوية الفتية النامية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. جميل. لفتني ما تفضلت به في الفقرة الأولى أن العباس نسخة عن علي. صحيح. مواقف كانت واحدة. لسه لو درسنا كمان الحسين بالأخلاقية نسخة إلى آخره بهذا الإطار. أعود إلى بدر لأسأل عمر الإمام أمير المؤمنين، بس حتى ثبت القواعد للسادة المشاهدين. صحيح. عمره كان دون 30 دون 25. نحن إذا قلنا بأن ولادة أمير المؤمنين في سنة 23 قبل الهجرة، وإذا اعتبرنا أن معركة بدر حصلت في السنة الأولى أو الثانية للهجرة، فكان عمر علي بن أبي طالب عليه السلام بين 24-25 تقريبا. علما بعض الروايات يعني أو بعض المؤرخين صرحوا بأن كان عمر علي بن أبي طالب كان له من العمر 20 سنة، يعني بين 20 و25 سنة تقريبا. لم تعهد قريش، ولكن بدأت تعهد مع غزوة بدر أن فتى يكون له هذا، أن فتى يكون له هذا اللمعة هذا الدور. بلش نحن مرحلة جديدة، على اختلاف الروايات قضى على نصفهم
أو قتل عددا كبيرا منهم وشارك في قتل. من الملفت من الملفت وربما يعني قليل ما التفت إليها إلى ذلك المؤرخون أن علي بن أبي طالب عليه السلام هؤلاء الذين قتلهم ويظهر هذه من بداية حياته أنه كان ينتقي الرجال الذين يريد أن يقضي عليهم، يعني ما كان يقتل. خاصية عند أمير المؤمنين، هذه خاصية، هذه برزت في معركة صفين وصفين نتحدث عنها إن شاء الله. صحيح. تعالى. أما في معركة بدر على أساس يقولون بأنه قتل نصف الذين قتلوا في بدر، ولكن أيضا كان يختار النوعية، يختار الصناديد الشجعان الأقران، لأن علي بن أبي طالب ما كان يلتفت إلى أولئك الصغار الذين لا قيمة لهم على مستوى المعركة وعلى مستوى الميدان. جميل. هذه خاصية ملفتة في شخصية علي بن أبي طالب عليه السلام. نحن يعني عندما ذكر بأن مثلا اسم عمر شيبة 70 سنة وعمر الحمزة 60 سنة وعمر عتبة ممكن أيضا أكثر من 60 سنة، الوليد ربما كان له من العمر أيضا 40 أو 50 سنة، يعني وهكذا كل الذين كانوا يقاتلون في الميادين كانت أعمارهم متقدمة، يعني العمر المناسب للمنازلة أن يكون فوق 40، يعني ما يزيد على 40 أو 50 سنة. أما أن يكون المنازل يعني فتن صغير يعني في العشرينات، هذا يعتبر بعصرنا الحاضر هذا طفل صغير، يعني خرق للعادات والتقاليد. أكحال جلد سمحتكم مع عمرو بن عبدود العامل، أنت ولد يعني أنا بدي شو اسمه، وسنأتي على ذكره إن شاء الله أيضا. إن شاء الله. ولذلك يعني عمر علي بن أبي طالب نعتبر أنه كان ملفت جدا، عدد الذين قتلهم، النوعيات الذين قضى عليهم علي بن أبي طالب عليه السلام أنها كانت المعركة الأولى. ومن هنا عندما نقول أن دولة الإسلام، دولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قامت بسيف علي بن أبي طالب عليه السلام، هذه وقائع خارجية. وهنا يعني عندما نقول قامت بسيف علي بن أبي طالب ليس من باب التعدي على أحد طبعا، وليس من باب التشفي، وليس من باب الاعتداء على حدود أحد ولا على حقوق أحد على الإطلاق. وكما لاحظنا في بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والمشركون جهزوا جيشا من مكة وتوجهوا إلى المدينة، ولو لم يخرج إليهم رسول الله ويلاقيهم في منتصف الطريق لدخلوا إلى المدينة وخربوا المدينة. إذن سيف علي بن أبي طالب عليه السلام الذي سلط على رقاب ورؤوس المشركين والأقران والشجعان والذئاب إنما كان للدفاع دائما وأبدا، كان في مقام الدفاع عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان النبي موجودا أو بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مسألة أساسية يجب أن نلتفت إليها، وأن يلتفت إليها كل إنسان حر وكل إنسان مسلم وكل إنسان موالي، أن عندما نقول قامت دولة الإسلام أو رسالة النبي بسيف علي بن أبي طالب، ويعني لا نعتر ولو في مرة واحدة أنه كان هناك اعتداء، بل في كثير من الأحيان حتى ولو لم تقع المعركة كان سيف علي بن أبي طالب عليه السلام هو من باب ولو من باب الحالة الحرب الإعلامية أو النفسية لحماية الدولة لردعهم. على هذا الأساس الذي تفضلتم به، بعد خوض المعارك الأولى أسس على أن هناك سيفا لزيما للنبي في الدعوة يذب عنه ويدافع عن الإسلام، وسيف علي، هذه من القواعد مما لا شك فيه. ولذلك نحن إذا أجرينا مقارنة، يعني سيف معنى أنه القوة الضاربة إلى جنب النبي لإحقاق الحق. نحن إذا راجعنا تاريخ الأنبياء ودعوات الأنبياء على مر التاريخ، كل نبي من الأنبياء عليهم السلام إذا كان يملك قوة، شيء من القوة، كان يجعل للرسالة مكانه وتثبيت في جذور او تتجذر في المجتمع الذي بعث فيه النبي. واما كل نبي لم تكن بين يديه او الى جنبه قوة، فكان يبلغ الرسالة السماء وهذا هو تكليفه، ولكن ما يعني سريعا كانت تزول، ولذلك كان ياتي النبي من بعده. مثلا على سبيل المثال نجد النبي ابراهيم عليه السلام
استعمل الفأس لتحطيم الأصنام. صحيح. ثم علق الفأس في رأس الصنم الأكبر. وعندما واحتج عليهم على قومه عندما سألوا من الذي كسر الأصنام فقال لهم إنه لكبيرهم، اسألوا كبيرهم، يعني على أساس أنه الفأس في رقبته. هذه كانت تعتبر قوة للنبي إبراهيم عليه السلام. أيضا عندما نجد بالنسبة للنبي داود عندما استعمل القوة وكان لديه جيش أيضا وتوجه وواجه أيضا لأنه يملك قوة، فنجد كان هناك دولة وأمور كثيرة مسخرة. وهكذا بالنسبة لكل الأنبياء. نعم، النبي موسى عليه السلام كان يستعمل عصاه الذي وكز بها عدوه، هذه أيضا ترمز إلى القوة. وأيضا أكثر قوة بارزة إلى جنب رسول الله هي سيف علي بن أبي طالب عليه السلام، مضافا إلى حكمته إلى علمه إلى زهده إلى عصمته إلى كل المعاني الإنسانية التي تجلت في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلم. أنا معي ثلاث دقائق، لكن لافت للنظر أنه مع نصارى نجران النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله جاب أهل بيته. هسه بالمعركة النبي يدرك بأمر الله أنه جماعة الأنصار سيعودون، ألا يقرأ ما في قلب العدو؟ بلى. فبعث بثلاثة من أهله من لحم ودمه على أساس طالبيين هاشميين، يعني هذه أيضا لها مدلول، يعني لها مدلول على أساس أن أمير المؤمنين حتى لا يتوهم أحد من المسلمين أو لا تكون ذريعة يعتمد عليها الآخرون في المسألة الإعلامية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعيدين عنه لمثلا حتى إذا قتلوا لا يؤثر كثير على أعصاب النبي أو على روح النبي أو على نفس النبي، فبعث من جلده ومن لحمه وقدمه على أساس لإثبات أو لإعطاء قوة للجيش الذي يقوده النبي، وأيضا لأولئك رسالة لأولئك ليقول لهم هؤلاء هم أهل بيتي. مدرسة أهل البيت سمحتك، كربلاء كما جده صلى الله عليه وسلم مع الحسين قدم أبناءه أولاد خيه أولاد أخته أولاد عمه قبل العالم وتفضله. صحيح. ستذكر هون كمان أولادنا أي مدرسة لغة واحدة، شيء ملفت. يعني أريد أيضا أن ألفت النظر إلى قضية أساسية حتى لا يتوهمن أحد أن الإسلام هو إسلام السيف أو طبعا. هو دين السيف طبعا. ليس كذلك. وتفضلتم وأشرتم إلى نقطة في غاية الأهمية. عندما أراد أن يواجه نصارى نجران لم يخرج حديدة واحدة أبدا، وإنما أولئك أرادوا المباهلة فخرج الذين يباهل بهم رسول الله ومن بينهم علي بن أبي طالب عليه السلام. فإذا علي بن أبي طالب إذا كان المطلب إذا كان الأمر يتطلب أن يجلس من يكون في المحراب فأولهم علي، وإذا كانت المسألة تحتاج إلى الحراب فأولهم علي بن أبي طالب، فهو ما بين المحراب والحراب نبت علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قالوا عنه هو البكاء في المحراب، يعني إذا اغتلى ليلا وهو في النهار أيضا الذي يحمل الحراب لتحطيم رؤوس الصناديد الذين لا يقتنعون ولا يفهمون ولا يدركون إلا بالحديد والنار. يعني نحن هالموالين في مدرسة أهل البيت، لسان حالهم ما قاله البطل الكربلائي أجنني حب الحسين، ونحن نقول أجننا حب الحسين، وهو الحسين مدخل لعلي، مدخل للنبي، مدخل للزهراء، مدخل لأهل البيت. إن شاء الله بيشفعوا لنا بمحمد، وإن شاء الله نحن كلنا أمل أن يتشفعوا بنا، كلنا يقين أعتذر أنهم سيتشفعون بنا. نحن عندما نحضر بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ونقول أتيناك يا ربنا ببضاعة مزجاة بهذا العمل القليل ونحن عبدناك بحسب قدرتنا لا بحسب ما أنت أهل أو أنت أهل للعبادة، عبدناك كما نحن يعني أهل وليس كما أنت أهل، وهذه بضاعتنا مزجاة. حينئذ يبقى في هذه القلوب
هذا النور هو حب محمد وآل محمد الله عليه هو الذي يكون سبيلا للشفاعة لنيل الشفاعة إن شاء وإن أبو أو إن أبو الآخر. الله يجزيك الخير وإن شاء الله من القلب طلب الشفاعة من حضرة النبي من المعصومين 14 وحلاهم الفداء. شكرا لكم سمحت الشيخ. كنا اليوم مع بحث حول غزوة بدر، الأسباب والظروف، التحدي، كم كان عمر أمير المؤمنين، دور أمير المؤمنين كحامل أو صاحب اللواء، النتائج الأولية للمعركة، الاصطفاف، إلى آخر هذه الأسئلة التي طرحتها على ضيفي العزيز المعد لهذه الأبحاث عن شجاعة علي روحي له الفداء. عنيت به الضيف العزيز الباحث والكاتب الإسلامي سماحة العلامة الشيخ تامر حمزة سمحته. نحن فريق العمل كلنا نشكر حسن متابعتكم على حب النبي وحب علي وحب أهل البيت روحي لهم الفداء. نجتمع إن شاء الله. سلام.